صح فطورك الله يسلمك. واش راكي؟ والله الحمد لله نعمه. رمضان تلاقينا قبل رمضان دوك رانا تقريبا في نهايه رمضان. كيف جاز عليك؟ جاز هايل رحمه ربي. بصح جاز بالخف. هذا المشكل فيه هذاك تعب بالخف، والعام الجاي يزيد يولي لمح البصر. لمح البصر. شفت شويه اعمال في هذا رمضان واش رايك فيهم؟ شفت اعمال كاع خدموا يعطيهم الصحه. المستوى كاين مستوى، كاين مستويات، و شفنا وجوه جديده نشجعوهم، وماذا بينا دائما يكون انتاج وفير كيما هكا كيما السمك. انت ما شفناكش. نساوني ما هضرتش على روحي، راني حلفه فيهم باسكو ما داونيش تونيش، صح معليش راني سامحت لكم باسكو عجبتوني عام السنه، عام السنه تفرجتكم بيان كوم يفو. واش هو العمل اللي ربما قلت نشوف روحي فيه؟ كنت نشوف روحي في الدامة، في البطحة، في دار الفشوش، كنت نستنى روحي باختو، ومن بعد ما كانش باختو. معليش راني صابرة. والميزان وين راكي معاه؟ ما على باليش، انا عارف كيفاش تسخف فيا على الميزان، ما على باليش. عينيك هي ميزان. انا ما شفتيني قلتي لي شينت. اوا شينت شينت. انا هو شينت، انت شينت. تراك تلاقاتني قبل رمضان تلاقيتك لا لا وهاين ما شاء الله راك تبعت هي فولونتي برك فولونتي نقتل روحي تكون اليز في كي تكون اليز هنا تولي تولي مانكا كي ما تكونش اليز تولي تنتقم في الماكله عندك مع روح النكت ولا ما عندكش كيفاش روح النكت زعما تعطي تمدي نكت ولا نو انا نكته واش نمد نكت والله العظيم كي اكثر من هذا ما كاينش يقولني عندك مع التأليف والروايه وي 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 عندي مع التأليف وي هاد الخطره كي ريحت في الدار جاتني حب تاع نكتب سيناريو فكاهه ولا دراما سسبنس فكاهه شغل لا كوميدي نوار جاتني فكره شابه بزاف مش كل مخرج تشوفيه يأجز لك هذا العمل والله ما على بالي باش يبداو يقولوا لي لا اي مخرج يكون في المستوى راهم كاع في المستوى يعني ميرسي بوكو الله يسلمك وان شاء الله عيد سعيد وان شاء الله الانتاج يكون اوفر ونكونوا ان شاء الله ملاح اون بون سونتي